هل التحفيز ده أولاً بيبقى إزاي؟ ثانياً هل هو نفس التحفيز لكل الأطفال ولا بيختلف من طفل للتاني على حسب شخصيته؟ هندخل في جزء مهم برضو، أنا ضد قصة أي حاجة مشروطة، يعني اعمل كذا والله عشان قلت اديك كذا. والله ده انا بيدخل ضمن الحب المشروط. فاكر يا حبيبي، علشان احبك ده اخطر حاجه ممكن تعمليها في حد. انا بحبك في كل الاحوال، حبي ملوش اي علاقه بالعمليه التعليميه غير مشروط. ارجوكم ابعدوا علاقتكم الشخصيه والنفسيه بالنسبه للاطفال الصغيرين عن التعليم، لان ده برضو بيعمل لهم مشكله ويحسوا ان امهاتهم بطلت تحبهم بسبب التعليم، فكره التعليم. فخليني دايما اما حفزه في حاجه بيحبها. بالتالي ما تقولش جمله انا مش هحبك لو ما جبتش الدرجه. دي كلمه خطيره جدا. كلمه انا مش بحبك دي كانك مثلا بتجيبي بالظبط كده عشان امك تبقى فاهمه، حاطه كوبايه فيها ميه وحطيت عليها سم وتشربها له. فانت فكري كده، كل مره بتقولي لابنك انا ما بحبكش، انا زعلانه منك وما بحبكش، علشان اعرفي انك بتحطي ميه فيها سم وبتشربها له. طب احفز ازاي؟ التحفيز الغير مباشر، يعني دلوقتي هو بيحب اصحابه بيحب يلعب معاهم، اخر الاسبوع هاخدك ونلعب مع بعض. ايه المكان اللي نفسك تروحه اوديك فيه؟ ايه الحاجات اللي نفسك تشتريها؟ بس برضو عشان ما احولوش لسلوك استهلاكي يبقى كل حاجه مرتبطه برضو بالشراء، لا انا عايزه يبقى في حاجات بتنمي قدراته ومهاراته. انت بتحب الرسم، هجيب لك الوان اللي انت بتحبها. طب انا بعمل جزئين. طب اقول له عشان انت كنت شاطر الاسبوع ده في المدرسه، ولا بلاش عشان انا بعمل عشان. هي كلمة علشان دي هي اللي دي الربط، تربطيها ربط شرطي. انك بتعملي اي حاجة كويسة بشرط انك تعمل، يعني ما اقولهاش. لا، ايه اللي تفضلينه وهي تعمله؟ افضل التربية الايجابية، وانا كنت اتكلمت معاكي لو فاكرة. التربية الايجابية اللي العلاقة بيني وبين ابني حب بس. حب بس، بحضنه اول ما يجي المدرسة، طبعا ضروري جدا اول ما يجي من المدرسة قبل ما اسأله خدت ايه وعملت ايه، اخد منه الشنطه لانها الشنطه بتبقى تقيله اليومين دول، واحضنه وطبطب عليه واقول له انه وحشني. وحشني صح. حتى لو انا بشتغل ورجعت متاخره لازم برضو اول ما اشوفه احضنه وطبطب عليه واقول له انا عارفه انك اكيد كنت مبسوط، وابتدي في النقطه دي. معلش اصل هتلاقي ناس كتير بتفرجوا علينا دلوقتي يقول لك انا عندي ولد بربي ولد انا هطلعه طاري كده، يعني ايه امه تاخده وتبوسه وهو داخل وهو خارج؟ احنا عايزين هنا حضرتك تتكلمي عن المشاعر اللي بتتبني عند الطفل وبتكون نتيجتها ايجابيه بعد كده في سلوكه نتيجه اللي الام هتعمله ده. طيب خلينا نفرق بين الكلام اللي الناس بتطلع تقوله بتاع يطلع طري وابن امه وكلام العبارات اللي اتمنى انها تنتهي للمجتمع كلها لانها ملهاش اي علاقه. كلنا ابناء امهاتنا. ما ينفعش حد يقول على حد ابن امه. انا ابن امي. احنا كلنا ابناء امه ملوش خير في حد على فكره. انا ابن امي مثلا، انا ابن امي اللي ولداني ومربياني امي. لا صحيح. دي العلاقه الابديه اللي ما بتنتهيش، والعلاقه اللي فيها حب غير مشروط من كل الامهات. صح صحيح. تمام. فانا